هالغنم اللي كتشوف قدامكم تبارك الله داك الحولينا منها اللي شفتو تبارك الله. انا صاحب الدراوش. والدراوش شحال الثمن ديال الدراوش؟ هادو خويا 2500 درهم. الثمن اثمنه درتي شفتي شنو بالك في السوق؟ الثمن غالي خاص بنادم يجي يشوف يدخل للسوق. راه الناس راه ما عندهمش مخبيين، راه كاين الناس اللي شادين عليهم الديور ومخبيين، راه ما عندهم حتى باش يتقداو الحولي. القضيه ماشي الحولي، القضيه ديال الحولي الفاخر البصله، هذا الناس راه محنين. لا اله الا الله، زعما راه يشوفوا فينا بعين الرحمه، يشوفوا في الأمة الإسلامية، راه يشوفوا في الناس زعما راه واكل العصره ماشي هذا، لان المعيشه كلها غاليه. الخضره غاليه، الخضره اللي هو المسكين ملي كيدير كيهرب الخضره، هذا الشيء اللي كاين. حنا كنهضروا عام غاربه شعبيين، الا ما عيتيش غادي يوقع. واش الا ما عيتيش غتوقع لك شي حاجه؟ اش غادي يوقع؟ راه كيبقى نقير ديال العيالات، القناعه هي القناعه القلب اللي عطانا الله سبحانه وتعالى. اصدقائي اييه، ما بقى والو العيد، وغادي نرجعوا عاوتاني الفطور باللحم، الغداء باللحم، الكوتي باللحم، العشاء باللحم، اللحم 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 اللحم. سعد الدرويش هذا العام ما فهمتش كيفاش الناس غادي يديروا، كيفاش غادي يديروا مع هذه الازمه ديال غلاء الاسعار، ما فهمتش، غير الله يدير شي تاويل الخير وصافي. المهم في هذه الحلقه نعاودوا ثاني نتكلموا على العيد الكبير عاوتاني، على الازمه وغلاء الاسعار والاستيراد، الاستيراد ديال الاغنام قال لك اييه. المهم قبل ما نبداو هذه الحلقه بنتكلم لكم على الابليكاسيون ديال طاب طاب سنت، اللي بطبيعه الحال كوكوم وليتو كتعرفوها، اللي موجهه خصيصا للناس ديال الجاليه. ابليكاسيون طاب طاب سنت كتمكنكم انكم تصيفطوا الفلوس من برا لصحابكم وحبابكم هنا في المغرب وبشكل سريع من الهاتف ديالك. ممكن انك تصيفط الفلوس من برا المغرب بكل سهوله، واهم حاجه ان هذه الخدمه فابور وبلا مصاريف وبلا مفاجات في التحويل. اذا الفلوس اللي كتصيفطوه هما النت اللي كيوصلوا بلا زياده بلا نقصان بلا حتى مفاجات في التحويل. الابليكاسيون طاب طاب سنت كتمكنكم انكم ديروا تحويلات الماليه وبشكل امن وسيكوريزي مع 10 ديال الدول الاوروبيه ودول امريكا الشماليه، كندا والولايات المتحده الامريكيه. وبطبيعه الحال التحويلات ديالكم من برا ممكن ان احبابكم وصحابكم هنا في المغرب ياخذوها الوكالات ديال كاش بلس او من الوكالات ديال وفا كاش. وبطبيعه الحال الابليكاسيون طاب طاب سنت زاد واحد لوبسيون جديده وهي الفيرمون بونكار انستونتاني. فالمساله سهله، ممكن انكم ديروا فيرمون بونكار وكيوصل لحبابكم هنا في المغرب انستونتاني الا كان عندهم حساب في التجاري وفابور، والفلوس كيبانوا في ثواني معدوده في الحساب البنكي ديال العائلات ديالكم. هذه الخدمه راه متاحه لاول مره في المغرب، 7 ايام في الاسبوع، 24 ساعه على 24 ساعه. اذا ما تردوش حنا نتوما تانستاليو هذه الابليكاسيون وتكتشفوها، راها بالمجان. وطبيعه الحال ما تنساوش الكود برومو ديالي راه باقي فعال، خالد 05، دخلوا غادي يعطيكم واحد البونيس ديال 5 اورو على التحويلات ديالكم. يلا كل التفاصيل غتلقاهم اسفل هذا الفيديو، ولا بغيتو تيليشارجيو الابليكاسيون. يلا بلا ما نطول عليكم، سير على طلع لي داك الجينيريك نبداو الموضوع ديالنا. ايوا مصيبه كحله هادي. دابا بغيت غير نفهم دابا علاش بغاونا نعيدو بزز، يا كلشي متفق ان هاد العيد صافي بغيناه يتلغى، علاش بغاونا نعيدو بزز؟ انا نبغاش تفهم ليا هاد القضيه. كل لغاو العيد تكون مزيانه لكلشي. لا قال لك لا غادي نستوردو لكم البهايم من برا باش تعيدو بزز، نوض تكلف وتسلف وعيد بزز عليك. الحكومه هذه تقريبا ازيد من 15 يوم، هذه جوج الاسابيع، عملت مختلف الاجراءات باش نيسروا عمليه الاستيراد ديال الاغنام. رقبوا ميناء طنجة المتوسط وصول شحنه مهمه من الاغنام الرومانيه. الهم الوحيد ديالنا هو باش يكون الثمن في العيد الكبير ثمن مناسب بالنسبه للمواطن. السلعه ديال المغرب راه موجوده، والسلعه ديال اسبانيا حتى هي موجوده، والسلعه مليحه. الاثمنه غتكون ما بين 1500 درهم حتى 3000 3500. اكثر العديد من المهنيين ان الفيدراليات القطاع شرعت بالفعل في استيراد الأغنام من رومانيا خلال الأيام القليلة الماضية من بعد إسبانيا. مع اقتراب حلول عيد الأضحى يستعد المغرب لاستيراد شحنة مهمة من رؤوس الأغنام القادمة من الأسواق الرومانية. يعني الناس بقى ما بقى مخلوعة، الناس مخلوعة خلعة الأغنام ديال برا اللي دخلت. هذا خلقنا فيه 205 2500 درهم 50000 ريال واحدة 52000 هادو تيقول فيهم 2500 درهم. دابا هادو تيقول فيهم هادو حنا كنطلبوا فيهم 320 فرق الواحد، هي 3100 درهم، هادو 4000 درهم، هادو خوت دازو ب 4000 درهم. ايه وسمعتوا ولا؟ قال لك الحولي واصل 4000 درهم، هذا حولي كتاخذو بالسي ان اس اس ديالو، هذا حولي مقيد في الضمان الاجتماعي وعنده لا روتريت وعنده كل شيء وعنده الكارت غريز ديالو. انا بغيت غير نفهم انتما اشنو هاد الاثمنه 4000 درهم؟ انتما كي غيدير عيد الدرويش؟ 3600 درهم 3600 درهم كاينه 75 و77 اللي مرشومه بالخضر، اللي مرشومه بالخضر ب 75 ولا مرشومه بالاحمر ب 77 كاينه ب 53
53000 الواحد. ايه كل عام، ايه كل عام نفس الموضوع، حولي ولا دير الكرون. الحولي ما بقدرش تهضر معاه، خاصك تهضر مع المناجر ديالو. دابا الحولي كيجي الرحبه وكيجي معاه المناجر. المهم خلاصه القول، هذا العام قال لك راه صافي العيد كاين وراه بزز عليكم، ما تلغاش العيد كاين. بيان سور العيد كاين ان شاء الله ويكون يكون بخير. غادي الاغنام غادي نخليو بانه يعني الاستيراد ديالهم يكون في يعني في الاسابيع والشهور المقبله باش يبقى الثمن على الاقل ديال الذبيحه. حنا كنطالبوا من الدوله تزيدنا الغنم، زيدنا الغنم ديال الصباليون. الا دخلنا الغنم ديال الصباليون مزيان الحمد لله غادي يرخص عندنا اللحم ان شاء الله. لا دابا بغيت غنفهم الا ما عيدناش اشنو غادي يوقع، اشنو اللي غيتبدل كون ما عيدناش؟ لا واحد القضيه الا لاحظتوها، كل عام كيتزاد واحد 500 درهم، كل عام كتزاد 500 درهم على الثمن ديال الحولي. دابا لازمنا واحد 3 سنين ولا 4 سنين الحولي غادي يولي بالثمن ديال البيكانتو. الزيادة اللي كاينة هاد العام على العام اللي فات ما بين 500 حتى 1000 درهم هي اللي كاينة، على غير علفت هي بحال الحولي، كيف ما الحولي غلى العلف راه غلى. لا واحد القضية، السماصرية والشناقة دايرين خدمتهم، راه قلنا لكم كتجي غير في الدرويش مسكين. إيه لا قال لك دابا سالينا من الجاموس ديال البرازيل هما البقر ديال البرازيل، قال لك غادي يجيبوا لنا دابا الأغنام ديال إسبانيا والأغنام ديال أستراليا والأغنام ديال رومانيا. العملية الأولى كانت ديال الأبقار، ثم العملية الثانية هي ديال الأغنام. لا دابا جابوا البقر ديال برا وجابوا الغنم ديال برا، وقيله دابا غيدوزوا القنيه، جابوا لنا القنيه ديال بريطانيا والقنيه ديال بنغلاديش، ومن بعد غادي تزوزوا الدجاج. انتيت بعدا راه الدجاج بداو كيجيبوه حتى هو. على ما شفتوش داك الدجاج الكحل ديال 2 مليون؟ الثمنه ديالهم فعلا مرتفعه، لان الاثمنه كتبدا من 1000 درهم حتى 2500 درهم. دابا دايره 2 مليون في اسيا، البيضه ب 1000 ريال والكتكوت ب 4000، هادشي اللي كاين الاخوان لا اكثر ولا اقل. ايه صافي دابا سالاو كلشي، كلشي غيبداو يستوردوه. الحوت زقل ليهم. على فكره هادشي قال لك ديال الاستيراد راه ماشي غير في شي فكوا هاد الازمه ديال العيد دابا، لا هادشي قال لك راه باقي واحد العامين قدام، غيستوردوا هاد العام كله والعام الجاي كله على الله تاني. اشنو غادي يجيبوا لينا من بعد؟ الان راه فتنا 15000 ما يخص الابقار، وكاين شي حاجه اللي جايه يعني في الطريق، لان كتشد 3-4 الاسابيع خصوصا اللي كتجي من بلدان يعني بعيده. والاغنام حتى هي رحنا غادي في هذا الاسبوع نوصلوا واحد 17-18000. ايه يا ربي يستر يا ربي. دابا غرقوا البلاد، غيغرقوها بالجاموس ديال البرازيل والاغنام ديال اسبانيا ورومانيا. المهم الكاس ديال العالم ديال البهايم غادي يولي منظم عندنا. مشيت تشوف حوالي ديال اللي جايه من برا ديال اسبانيا دايره 44000 ريال الواح. شو كديرين هاد الحواله؟ واش احسن من المغرب؟ كاين هناك دعم بالنسبه للمستوردين، هاد الدعم هذا تيتقدر في 500 درهم العام كل راس. لا دابا واحد السؤال، قال لك دابا هاد الغنم ديال اسبانيا وديال رومانيا، قال لك هذا غنم مدعمه، يعني داك اللي غادي يستوردهم غادي يعطيو 500 درهم على كل راس، ماشي غيعطيوها للمواطن، غادي يعطيوها لذاك اللي غادي يستورد. ومحيدين الضرائب والتيفيا والديوانه، والحولي داير 2500 درهم. دابا هذا حولي مدعم ومحيدين لك كاع الضرائب وداير ب 2500 درهم، وكون ما كانش دايرين هاد الشيء شحال غادي يكون ساوي الحولي ديك الساعه؟ هي دخلات ديجا في رمضان، قال لك دخلات باش تنقص الضغط على الاغنام المغربيه من ناحيه الذبح ومن ناحيه الثمن ديال اللحوم. اذا ملي دخلات راه بقى نفس الثمن، تباعت هي بنفس الثمن، كانت كتقع مع الجزاره في البطوار ب 90 درهم. ايه والله العلي العظيم، كون غير حليتوا لينا هذيك الحدود، كون حليتوا لينا هذيك الحدود ونمشيو حنا نجيبوا الحواله من الصبليون بيدينا. دابا علاش الدوله تخسخات وكتستورد لينا؟ تخلينا نمشيو حنا نخرجوا نمشيو نجيبوه بيدينا ونرجعوا. نرجعوا لحتى نرجعوا. مشي نجيبوه بيدينا ونرجعوا، ماشي المشكل. الكاميوات ما شاء الله ديال الخرفان بنهار دابا راه يبانوا مزيان. هانتوما الحمد لله الخير، راه ولا كيجيكم من اوروبا، راه الحواله راه ما كانوش كيدخلوا من اوروبا. هانا هادو ما عندهمش الكرون فرطس. فرطوس اجي الفرطوس اجي انا اللهم بارك. واش شفتوا الحواله ولا الحولي فرطاس ما عندوش الكرون؟ دابا حولي ما عندوش الكرون، كيفاش بغيتيه يدوز؟ كيفاش بغيتيه يدوز في العيد؟ ومسيحي من الفوق ما عندوش الكرون ومسيحي، غير خليه على الله وصافي، ما فهمتش كيفاش غيدوز هذا العيد. لا دابا غير قولوا لي واش العيد كيحلى بشي حاجه من غير السردي؟ راه العيد والحولي هو السردي ديال الدكولا الله يخليكم. اعطيوني شي بلاد اخرى فيها السردي. هذا تيطلب 6500 درهم، وهذا هذا تيطلب 6000 درهم. مشى الجمله هذه ولد العم؟ 70 اسيدي 70 70 تبارك الله عليك اخويا. شحال تباع اخويا؟ داز مليون. شحال داز اخويا؟ مليون. 10000 درهم.
على اقبال، راه ممكن تجيب شي حاجه الناس ما باغيناش. هو الناس كيبغيو السردي ولا البرقي، جوج الانواع كيكونوا عندي السردي والبرقي، خروفات والمعز. تبارك الله يبارك تبارك الله. هذا الخوت راه السوق في سوق ثلاث بنقرير راه تباع ب 10000 درهم الخوت. لو في الوقت اللي حنا واحدين مع الروينه ديال الحواله وغلاء الاسعار والاستيراد ديال الاغنام من الصبليون، واسمع ديال حليوه ول في الوقيده اللي حنا واحدين مع هذه الحريره، الجيران ديالنا خرجوا قال لك كيتحدونا. باش كيتحدونا؟ كيتحدونا بالحواله ديال العيد. نعم الله يبارك ما شاء الله خوتنا، ما نطفسين ما والو. ها هاي السلعه الله يبارك، سلعه جزائريه حره، ورانا نتحداو خوتنا الماركه، وهذا كيقعدوا ربع ايام مساكن، كيبقى فيهم مساكن والله. شافونا حنا مرونينها بالسيارات الكهربائيه، بقى فيهم الحال، ما لقاو باش يتحداونا. باش نتحداوهم بالكباش، بالحواله ديال العيد. ورانا نتحداو خوتنا الماركه، وهذا كيقعدوا ربع ايام وحاطين له خروف، ويقول لهم باللي هذا الخروف نتحداو به المروك. واش تخرب المروك وفي كبش؟ تسمى المروك يتخدم، المروك تخدم سياره كهربائيه، حنا نخرجوا ضد المروك باش بكبش. المروك مدايره رب مدايرين سياره كهربائيه، ها؟ وحنايا نهضروا على الكباش. الحاله ديال الجيران حاله يرثى لها، كون جاو شافوا السردي اللي عندنا كون يتسطاو. انا بعدا والله العظيم ما بقيت فاهم والو في هذا الشيء، صافي هزيت يدي، بارك عنا. يلا خاوتي نطلقوا في حلقه جايه ان شاء الله، موضوع جديد. يلا الله يحفظكم.